صقر قريش ورجل المستحيل. رجل استطاع عبور البحر بمفرده وبناء دولة عمر فيها الإسلام من جديد، واستطاع التغلب على كل من وقف أمام حلمه في نهوض بني أمية مرة أخرى. رجل خلق من الفوضى نظام ومن الضعف قوة، أعاد الإسلام لبلاد الأندلس من جديد، وأول من أسس مركز للشرطة خلال فترة حكمه. لقبوا أكثر أعداؤه بلقب صقر قريش. كيف استطاع عبد الرحمن الداخل أن يقيم أعمدة الدولة الأموية من جديد؟ وكيف تغلب على كل العقبات التي باتت أن تهلكه؟ رجل لم يعرف المستحيل، فلم يقف المستحيل في طريق حلمه. عبد الرحمن الداخل. لو عاوز تعرف مين هو عبد الرحمن الداخل واللي اتلقب بصقر قريش وازاي رجع حكم الامويين من تاني، يبقى لازم تتابع الفيديو للاخر. لكن قبل ما نبدا حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ايها المواطنون، هو عبد الرحمن بن معاويه ابن هشام ابن عبد الملك بن مروان، ويرجع نسبه لقبيلة عبد شمس وعبد مناف. اتولد سنة 113 هجريا في قرية دير حنة. كان بيلقب بأبي زيد ويقال أبي سليمان. عاش عبد الرحمن الداخل طفولته في زمن خلافة جده هشام بن عبد الملك، واللي بيعتبر آخر خلفاء بني أمية الأقوياء في المشرق. ومات أبوه معاوية بن هشام سنة 118 هجريا. ساعتها راح عبد الرحمن الداخل وعاش في بيت جده الخليفة الأموي في دمشق. كان جده بيعامله معاملة خاصة جدا بتختلف عن معاملة بقية إخواته، وقدر يعلمه شؤون السياسة من وقت ما كان لسه طفل. كان جده ليه الأثر الكبير في تكوين شخصية عبد الرحمن الداخل، واللي كانت متميزة لحد كبير، وبسببها هنشوف وصل إزاي لبناء إمبراطورية كانت من أقوى إمبراطوريات عصرها، لدرجة إن الخليفة المنصور العباسي واللي كان ألد أعدائه لقبوا بصقر قريش. بيقول المؤرخين ان عبد الرحمن الداخل كان رجلا داهية، حازما صارما في امور الحكم والسلطان، وصاحب عزيمة، وكان حذرا لا يطمئن لاحد مهما بلغ عنده من شأن عظيم. وقال عنه ابو جعفر المنصور: عبد الرحمن بن معاوية الذي تخلص بكيده عن سنن الاسنة وضبئت السيوف، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجميا فمصر الأمصار وجند الأجناد، وقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذلل له صعبة، وعبد الملك بيعة تقدمت له، وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع شيعته، وعبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيد برأيه مستصحب عزمه. كلنا عارفين ان تم القضاء على الدولة الأموية، وقامت بعدها الدولة العباسية. بس الكتير مننا ما يعرفوش ان في رجل واحد قدر يفلت من قبضة بني العباس ويعيد مجد بني أمية من جديد، وده بسبب فطنته وسياسته الغير مسبوقة، وهو عبد الرحمن الداخل. كان عمه مسلمة بن عبد الملك تنبأ له بانه هيجدد حكم الأمويين من جديد، وقال المؤرخين كانت نبوءة مسلمة بن عبد الملك عم عبد الرحمن الداخل أنه قال بأن رجلا من بني أمية سوف يتمكن من تجديد حكم الأمويين في الأندلس بعد سقوط حكمهم في المشرق. وبعد فترة اجتمع مسلمة بن عبد الملك بعبد الرحمن الداخل في دمشق، فلما مسلمة شافه قال إن هذا الصبي هو من سيجدد حكم الأمويين في الأندلس بعد زوال ملكهم في المشرق. ويمكن نبوءة مسلمة بن عبد الملك هي اللي كانت بتقوي عبد الرحمن الداخل في أوقاته الصعبة، واللي كان بيكون فيها إنسان خاوي لا يملك أي شيء إلا طموحه بس. وبعد ما قدر العباسيين إنهم ينهوا خلافة بني أمية نهائيا وقتلوا معظمهم ونبشوا قبورهم، طردوا كل من كان من نسله، لكن عبد الرحمن الداخل قدر يهرب هو ومجموعة من خدمه من بلد لبلد لحد ما وصل لمصر. من بعدها راح ليبيا وتليها المغرب، وهناك لقى عبد الرحمن الداخل إن عبد الرحمن الفهري والي إفريقية خلال فترة حكم الأمويين استغل الموقف بعد تدمير العباسيين لبني أمية وأعلن نفسه خليفة على إفريقية،
لما عرف الفهري ان في مجموعه من الامويين قدروا يهربوا الافريقيه بعد بطش وتنكيل بني العباس ليهم، خاف هو كمان على سلطته وامر جنوده بتتبعهم وقتل كل اللي يوصلوا ليه. في الوقت ده كان عبد الرحمن الداخل بين نارين، لا هو قادر يكون في امان بين اللي المفروض يحموه ويكون العون ليه، ولا قادر يرجع للشرق ويكون تحت ايد ابو جعفر المنصور واللي مش هيتردد لحظه في هدر دم. فما كانش في ايده الا انه يفضل في افريقيا مستخبي من رجاله الفهري لمده 5 سنين بحاله، لحد ما وصل لقوم بمدينه اسمها زناتا عايشين قرب البحر في مدينه سبته في المغرب، وكان البحر بيفصلها عن شبه الجزيره الايبيريه المعروفه باسم الاندلس. في سنة 136 هجرية بعت عبد الرحمن الداخل خادمه واللي كان اسمه بدر للأندلس، وده علشان يجس النبض هناك ويكون رسول ليه عند موالي بني أمية في الأندلس، ويطلب منهم مساعدة عبد الرحمن الداخل ومساندته لدخول الأندلس واستلام الحكم فيها. ساعتها قابل خادم عبد الرحمن الداخل زعماء الموالي واللي كانوا أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد وأبو الحجاج يوسف ابن بخت، ودول وافقوا على نصرة عبد الرحمن الداخل، وكمان عرضوا الموضوع على الصميل بن حاتم أمير القبائل العربية في الأندلس، وده كان الشخص الوحيد اللي رفض ساعتها مساندة الداخل، وكمان هددهم بأن لو عبد الرحمن الداخل وصل الأندلس هيكون هو أول واحد يحاربه. في الفترة دي كانت الأندلس حرفيا ساحة صراع كبيرة بين القيسية واليمنية، واللي انحازوا لصف عبد الرحمن الداخل وقرروا نصرته، وكانوا عايزين يثأروا لهزيمتهم في معركة شقندة قدام الفهرية والقيسية. علشان كده بعتوا مركب لعبد الرحمن الداخل وصلت بيه للأندلس، واللي وصل بيها لمنطقة اسمها ثغر المنكب، والكلام ده كان في شهر ربيع الثاني سنة 138 هجريا. اتجمع كل أنصار عبد الرحمن الداخل في حصن طرش، ولما عرف الفهري بالكلام ده جهز جيشه فورا علشان يدخل في معركة قوية قصاد الداخل وأعوانه. ومن الناحية التانية جهز عبد الرحمن الداخل جيشه من الموالي ووصل بيهم لإشبيلية، استولى عليها وخد البيع من أهلها، وكمان قدر يجمع منها 3000 مقاتل. في أول يوم العيد من سنة 138 هجريا التقى جيش الفهري بجيش عبد الرحمن الداخل، ودارت بينهم معركة شرسة جدا انتصر فيها جيش عبد الرحمن الداخل ودخل قرطبة، صلى في مسجدها وخد البيعة من أهلها. بعد ما أخد الداخل البيعة من أهل قرطبة بدأت المؤامرات ضده، واللي كانت بدايتها من يوسف بن عبد الرحمن الفهري والصميل بن حاتم، وكانت خطتهم إنهم يكذبوا عبد الرحمن الداخل لقرطبة، والفهري يستغل الموقف ويسيطر على قصر الإمارة. اتوجه يوسف الفهري لطليطلة وحشد كل أنصاره، وكمان راح الصميل بن حاتم لجيان وجمع كل أنصاره هو كمان. لما عرف الداخل بتجمع الصميل والفهري راح ليهم بجيشه فورا على جيان، وساب قوة صغيرة تحمي قرطبة بقيادة أبي عثمان، لكن الفهري قدر يسيطر على قرطبة بسهولة، وكمان استولى على قصر الإمارة وأخد أبو عثمان كأسير، وعلى طول رجع عبد الرحمن الداخل لقرطبة علشان يسيطر على الوضع، لكن ساعتها قدر الفهري يهرب وياخد أبو عثمان كرهينة معاه. بكده هتقول ان خطة الصميل والفهر نجحت، لكن في الحقيقة كان الداخل أذكى منه. الداخل راح للبيرة وحاصر جيش الصميل بن حاتم، وده خلى الفهر والصميل يطلبوا من الداخل الصلح مقابل اعترافهم بإمارته والداخل يبقى على حياته، وبالفعل تم الصلح. لكن بعد فترة أنصار الفهر عملوا ثورة تانية ونقضوا العهد، وساعتها قدر الداخل يتغلب عليهم برضه وأمر جنوده انهم يخلصوا على كل أنصار الفهر. أما الصميل فتم خنقه داخل سجنه، وبكده نجح الداخل إنه يتخطى أول مؤامرة كانت ضده. تعتبر مؤامرة المغيرة بن الوليد المؤامرة التانية اللي قامت على عبد الرحمن الداخل، وكانت من أهل بيته وقريبه، لأن اللي قام بيها ابن أخوه المغيرة بن الوليد ابن معاوية ابن هشام، وده كان بالاتفاق مع هذيل بن الصميل ابن حاتم. وقدر عبد الرحمن الداخل إنه يعرف بالمؤامرة دي قبل وقوعها، وأمر بإعدام ابن أخوه وكل مناصري. بسبب المؤامرة دي خاف الداخل من أخوه الوليد ليثور عليه هو كمان، ما هو ما بقاش في حد مضمون خصوصا بعد إعدام ابنه المغيرة. علشان كده أمر الداخل بنفيه لإفريقية مع عيلته وأهله، وسمح لي إنه ياخد معاه كل ما يملكه من مال وممتلكات. الثورات في عهد عبد الرحمن الداخل ما كانش ليها أول من آخر، لدرجة إن المؤرخين قالوا إن عدد الثورات اللي قامت على الداخل عدت 25 ثورة،
زي ثورة العلاء بن مغيث اليحصبي واللي دعمها الخليفة العباسي المنصور بذات نفسه، لكنها فشلت. كان المنصور متابع تحركات الداخل، لكن ما كانتش الدولة العباسية استعدت لخوض الحرب معاه، ومن هنا أطلق المنصور لقب صقر قريش على عبد الرحمن الداخل. غير ثورة حركة التمرد الشيعية اللي قامت بهدف الانتقام من بني أمية لمقتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وغيرها من الثورات اللي كانت شوكة في طريق بناء الخلافة الأموية من جديد، لكن بسبب ذكاء وسياسة الداخل قدر يتغلب عليهم، بل إنه وصل بيه الحال إنه يخضع بعض الثوار ويكونوا تابعين ليه. من أخطر الثورات اللي واجهت عبد الرحمن الداخل كانت في سنة 161 هجرية، وكانت بقيادة سليمان بن يقظان والحسين الأنصاري، ودول بقى انتهزوا فرصة انشغال الداخل في قمع الثورات اللي كانت موجودة في كل مكان في الأندلس. واللي زاد من حماسهم كانت الهزيمة اللي لقتها الحملة اللي بعتها الداخل بقيادة ثعلبة بن عبيد الخزمي لتأديبه. وعلشان الثوار كانوا عارفين ان عبد الرحمن الداخل رجل صعب ومش هيقدروا عليه بسهولة، فكروا يستعينوا بشارلمان الامبراطور الروماني اللي كان عاوز يتخلص من الخلافة الإسلامية، لانهم كانوا عارفين حلمه في توسيع حدود مملكته وضم الأندلس ليها. وفعلا وافق شارلمان فورا وجهز حملة ضخمة لغزو الأندلس، والحملة دي اتجهت لسرقسطة حسب اتفاق شارلمان مع الثوار. كانت المفاجأة اللي ما توقعهاش الثوار ان حامية سرقسطة قفلت ابوابها وصممت على المقاومة. وبعد ما وصل لشارلمان الاخبار بعودة القبائل الساكسونية للثورة مرة تانية، وفي ظل الفراغ العسكري بسبب غياب الغالبية من الجيش، ساعتها اضطر شارلمان فك الحصار اللي حصره حوالين سرقسطة، واضطر للانسحاب من اسبانيا، وخد سليمان بن يقظان الاعرابي معاه كاسير، لأنه كان شايف أنه السبب في الهزيمة دي. وكالعادة قدر عبد الرحمن الداخل أنه يتخلص من خصومه واحد ورا التاني، لدرجة أن بذكائه خلى المتآمرين عليه يشتبكوا مع بعض، وكل واحد منهم اتهم التاني بالخيانة. حلفاء الأنصاري راحوا لصف الداخل لأنهم اتأكدوا أنه في مركز قوة لا يمكن هزيمته. أما شارلمان فعقد معاهدة صلح مع عبد الرحمن الداخل، وبتنص على تأمين كل طرف لحدود الطرف الآخر، وتخلى وإن كان مؤقتاً عن مشروع التوسعي بعد ما تلاشت أحلامه في ضم الأندلس إلى ممتلكاته، وبقى عبد الرحمن الداخل حاكما على الأندلس. اتبع سنة أسلافه من الأمويين في نظام الحكم عن طريق اتخاذه حجابا وليس وزراء، بالإضافة لاحتفاظه بمجموعة من المستشارين واللي كان أغلبهم من اللي استقبلوه ونصروه في بداية عهده وقاتلوا معاه. كمان اهتم عبد الرحمن الداخل بجيشه اللي كان للفضل والدعامة في سيطرته على مقاليد الحكم طول فترة حكمه. سبب شكوكه في العرب بسبب نزاعاتهم المستمرة للثورة، وكان عدد جيش عبد الرحمن الداخل حوالي 100,000 جندي من المتطوعين والمرتزقة، غير انه كان بيمتلك حوالي 40,000 حارس من الموالي والبربر والرقيق. حرص عبد الرحمن الداخل على احياء الاندلس لحد ما بقت منبع لحضارة العالم، واشتهرت بالعلم والثقافة، لدرجة ان العلماء والطلاب كانوا بيزوروها من جميع انحاء العالم، وبصفة خاصة من أوروبا. كان من أبرز علماء العرب الأندلسيين ابن رشيد، وجعل عبد الرحمن الداخل من الأندلس مكان يضم الحضارة العمرانية ومليء بالمدن والقصور والقلاع. وبعد حوالي 34 سنة قضاها عبد الرحمن الداخل في الأندلس يبني ويعمر فيها وتبقى دولة قوية تسند الخليفة اللي هيكون من بعده، توفي الداخل سنة 172 هجرية، وتولى الخلافة من بعده أحد أبنائه وهو هشام بن معاوية بعد ما عهد ليه والده بالحكم من بعده، وتم تأسيس الدولة الأموية في الأندلس من جديد. وبكده تكون خلصت حلقتنا. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.